ما تتسرع وتعمل ابره الكورتيزون لوجع كتفك. عمول هذا التمرين قبل. تجيبوا منشفه بتلفوها مثل الساندويتش لتكون قاسيه. 1 2 على الوقت الاخر. 3 التمرين هو لبرا لجوا لبرا لجوا 15 مره على بكره 15 مره عشيه. كيف يعني بدك تكون مثل الحيه ليروح وجع كتفك؟ هيدا اسمه تمرين الحيه. بينعمل بهالطريقه اللي عم تشوفوها. مرة بالنهار بشلكن الأوجاع بالكتاف والرقبة لأنه بيخلق ليونة كتير مهمة. سؤال جواب. محمد من الجزائر عم يسألني عنده وجع بكتف الشمال له فترة، أخذ كل الأدوية وعمل جلسات علاجية وعمل إبر كورتيزون وما في تحسن، شو بيقدر يعمل؟ شوف يا محمد كيف لازم يعالجوك بالمنزل. بتنام على جنبك اليمين، كتفك الشمال بيكون صوب السقف. خلي حدا من افراد العائله يعمل هالطريقه. بيلقطوا لك ايدك بطريقه كثير ناعمه لانه ما فينا نعملوها بسرعه بصير في وجع قوي. بعدين بحطوا لك ايدك على كتفهم وبصابيعهم الباهم بحطوا ميل جوع على الكتف بدقوا بالعظمه بصابيع الباقيين بسكروا. هون رح نعمل علاج لغشاء المفصل كبسول ارتكولير. بيلقطون بقربوا صابيع على بعض على العظمه بيعلوها بطريقه كثير ناعمه وبصيروا يعملوا حركات دائرية على شكل رقم 8 بالأجنبي 8. So نرجع نعيد تراكشن شكل 8. هيدي تنعمل لمدة دقيقتين بهالطريقة. بهالطريقة بنكون قدرنا لينا غشاء المفصل وبخفوا ساعتها أوجاع كتفك على أكيد. عم نقطع بأيام اقتصادية صعبة ومش كل العالم تقدر تعمل جلسات علاجية. لكل شخص عنده إصابة بالكتف جيب عصا وجيب حبل مطاطة واحضر هذا الفيديو. 90 درجة الزند 90 درجة كمان لافامبرا بهالشكل بتكونوا عم بتقووا كل العضلات يلي بتثبت مفصل الكتف محله. بنعمل 15 ل20 مرة أكيد بالإيدتين. الإيد الموجوع الكتف الموجوع منطلع بطريقة كتير ناعمة. منفوت الحبل المطاطي الإيد بتضل ممدودة ومنصير نشدها لتحت منرخي عم نبعد العظمتين عن بعض اللي هن سبب الالتهاب. بنعمل بس 10 مرات. أعمل هذا الشيء كل يوم لمدة جمعتين الله راد بيروح الالتهاب من الكتف.